السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد. اليوم رح نحكي قصة غريبة نوعا ما، ممكن في يكون البعض منكم سمعها، لكن اليوم رح أحكي تفاصيلها. قبل عدة أيام إذا بتتذكروا أنا نشرت فيديو أو خبر بيتعلق بمقترح قدمته الحكومة السويدية بيتضمن معاقبة الأهل اللي بيسافروا مع أبنائهم خارج السويد وهن عندهم تحقيق أو بلا قلق من قبل السوسيال أو قضية مفتوحة عند السوسيال. وهذا المقترح مثل ما ذكرت أنا في حال تم التصويت عليه من قبل البرلمان السويدي فرح يتم تطبيقه بعد حوالي السنة، يعني بالشهر السابع 2023. وذكرت أنا بوقتها أنه سبب المقترح هي عائلة أخفت أبنائها عن المجتمع السويدي وصار عندهم تحقيق لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية السوسيال، وهي القصة أثارت ضجة كتير كبيرة بوقتها. فشو صوت هاي العائلة؟ العائلة هي لشخص اسمه فيليام توشون، هو شخص سويدي كان أحد أشهر لاعبي لعبة البوكر بالألفينات بالسويد وجنى منها ثروة طائلة. لكن بعد عام 2011 تغيرت حياة فيليام لما قرر أنه يدخل الدين الإسلامي ويعتنق الإسلام، وبعدها أسس عائلة وتزوج وصار عنده عدة أطفال. لكن المشكلة أو الجدل بهاي العائلة أنه فيليام قرر عزل أبنائه عن الهيئات الحكومية أو السلطات السويدية تقريبا بالكامل، فما كان في أي زيارات مسجلة عند المراكز الصحية أو المستشفيات السويدية. مثل ما بنعرف الأطفال دائما في لهم زيارات دورية للمراكز الصحية بالسويد، فما كان في أي زيارات للأطفال بهاي العائلة. وأيضا العائلة حصلت على طفلة مؤخرا أو تمت ولادة طفلة بمنزل العائلة دون تسجيل هاي ولا حتى الحصول على مساعدة من القطاع الصحي بالسويد. كانت الولادة بالبيت ولم يتم تسجيل هاي الطفلة اللي صار عمرها سنتين تقريبا وما كان عندها أي رقم وطني وما كانت مسجلة بالسويد. طبعا هذا الشيء اللي خلى أحد أقارب هاي العائلة تعمل بلاغ قلق للسوسيال اللي دخل عند هاي العائلة وحاول أنه يحكي معها حتى يسجلوا الأطفال بالمدرسة، وأيضا فتحوا موضوع تحقيق وقرار بسحب الأطفال بموجب قانون رعاية الأطفال LVU على الرغم من عدم وجود أي إشارات أو دليل أو شهادات طبية حول تعرض الأطفال إلى العنف، لكن كهذا كان قرار سوسيال. وهذا الشيء اللي خلى العائلة إنها تختفي عن الوجود بعد ما زارهم السوسيال. طبعا فيليام نشر عدة فيديوهات على اليوتيوب، إن شاء الله أنا أحط لكم رابط آخر فيديو اللي كان يوم أمس مدته 40 دقيقة، ما رح أقدر أني ترجمه بشكل كامل لكن رح أحاول أني أختصره، وأنا رح أحط لكم رابط ما ذكرت بهذا الفيديو أو بأسفل هذا الفيديو. المهم أنه فيليام قال أنه الدولة السويدية عم تحاول أنها هي تمحي معتقدات المواطنين، وبالتالي هو عم يحاول أو كان عم يحاول أنه يحافظ على معتقداته ومعتقدات أبناء وسلوكهم، فبالتالي هو قرر أنه يعلم أطفاله بالبيت. وفعلا في أحد الفيديوهات أو عدة فيديوهات اللي نشرها هو مع أبنائه ظهر أنه أطفاله قادرين على القراءة بطلاقة بحسب أنا ما شفت. لكن هذا الشيء ممكن بالنسبة للدوائر الحكومية السويدية هو أمر غير قانوني، وبالتالي هذا الشيء اللي أثار القلق بالنسبة للسوسيال. فبعد ما اختفت العائلة بعدة أيام تمكنت الشرطة من إيقافهم بمقاطعة دالانو بالتحديد بمنطقة مورا شمال غرب السويد، وتم سحب الأطفال الأربعة من قبل مصلحة الشؤون الاجتماعية السوسيال. طبعا فيليام اعترض على قرار السوسيال وقال أنه هذا الشيء بيخالف القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان وحتى القوانين السويدية نفسها، كونه ما في أي دليل على العائلة أن هي كانت عم تعنف الأطفال أو عم تعرضهم للأذى. وبنهاية الفيديو أيضا قال فيليام أنه هو بيتمنى أنه يقدم أو يحصل على اللجوء له ولأفراد عائلته حتى يعيشوا بأمان، لأنه هو ما عم يحس أو لم يعد يشعر بالأمان على الأراضي السويدية طالما الدوائر الحكومية السويدية تعاملت معه بهذا الشكل. طبعا هذه القضية شكلت رأي عام بالسويد وأثارت ضجة كتير كبيرة، وعلى أساسها اقترحت الحكومة المقترح اللي ذكرته ببداية هذا الفيديو. وأيضا من ضمن ما قال فيليام بالفيديو أنه هو بيطالب القضاء السويدي وصانعي القرار السويديين
انصافه وانصاف اطفاله، انه هن عم يخالفوا القانون الدولي والقانون السويدي ب يعني سحب الاطفال وتفريق العائله، وهم عم يساهموا بتدمير هاي العائله. وهيك نحن بنوصل لختام هذا الفيديو، بتمنى تتركوا ارائكم بالتعليقات. شكرا للمتابعه والسلام عليكم ورحمه الله.